كيفاش حملت اقرا في مع اللغوي اللغه الانجليزيه تمارا. يشرفنا اليوم ان نستضيف مع بيننا ضيوف المعهد ونشكرهم جزيل الشكر على تلبيه دعوتنا وبالتالي تلبيه دعوه الاستاذه. مشكورا عليكم. كنشكر انا جد سعيده بحضور ديال المعهد الامريكي ديال التميره بانهم حضروا عندنا الليسي ديالنا الامام الغزالي، وانا جد فرحانه بزاف تجربتي عندهم كتلميذه عندهم ساعدني بزاف في المسيره الدراسيه ديالي في اللونجلي وشجعوني بزاف على دراسه اللغه الانجليزيه واهتميت بها بزاف وهذا الشيء ساعدني بزاف. أنا جد سعيدة أنهم جاو عندنا سنتر أمريكان، أنا سنتر أمريكان جا عندنا المؤسسة، هذا شرف لينا أنهم كيشجعونا أكثر على القراءة وعلى بزاف ديال الحوايج، سيرتو الإنجليز، أفاغ سا تجربتي أنا كتلميذة معاهم. ما كنتش عزيزة عليا كاع على لونجلي، وفاش دخلت معاهم وبقيت كنقرا معاهم في هذا وليت مغرمة بشي حاجة سميتها لونجلي، وصافي وليت كنقرا وليت كندير بزاف ديال ليزاكتيفيتي بزاف ديال هذا، كنحاول أنني نديفلوبي راسي في لونجلي وهذا بسبب سنتر أمريكا. أنا فرحان اليوم لأن المعهد اللغوي الأمريكي جمارة جازرنا في ثانوية الإمام الغزالي. انا جد سعيد لانهم كيحاولوا كيبذلوا مجهود كبير باش يحاولوا يوصلوا لنا واحد الحمله بعنوان نقرا، وانا طالب في المعهد الامريكي جمارة اللي ساعدني بزاف لتعلم اللغه الانجليزيه، وانا فرحان بزاف وكنت في شهر بهاد الناس هادو لانني طالب عندهم وكنحاولش نعبر على داكشي اللي قاموا به هاد الناس هادو. Both accents are better, but because we are Americans, so we resort to what is American. Okay? If inshallah focus on studying, or you have a focus in your mind to study in the US, resort to the American accent. If it's, you know, you want to study in a British university, resort to all what is British. But I advise you to learn all what is academic, as your teacher always tells you. If you want to learn how to pronounce, please check your dictionaries or from a lot of listening. Okay? Know how to pronounce a word or how to write it from dictionaries. It's about phonetics. Okay?
ولكن لكن كان هذا مزيان. انا ما كرهناش مبادرات.